بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم عبر هذه الإصدار الجديدة من مجلتكم فيض الوطن، نحمل لكم في طياتها العديدة من الموضوعات. مرحبا بكم. بعد سنوات من العمل المتصل والعطاء المتميز لوحدة تنفيذ السدود، يأتي قرار رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين الأستاذ أسامة عبد الله محمد الحسن وزيرا لوزارة الكهرباء والسدود، ومرسوما آخر بتعيين الصادق محمد علي الشيخ وزير دولة بوزارة الكهرباء والسدود. بعد أدائه للقسم بالقصر الجمهوري، أعلن الوزير أسامة عبد الله عن تخفيضات جديدة في رسوم توصيل الكهرباء للقطاعات السكنية. عداد الخط الواحد على العدادين على الرسوم بتاعت الشبكات كلها حصل فيها تخفيض، ونزول الليلة لو طوالي مشى حيلقى هذا التخفيض نزل للتنفيذ إن شاء الله. عقب توليه لوزارة الكهرباء والسدود، قام الوزير أسامة عبد الله محمد الحسن بزيارة تفقدية لمحطة جري الحرارية من أجل الوقوف على عمل المحطة، وقد رافقه خلالها المهندس الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود. اليوم في إطار بعد إنشاء وزارة الكهرباء والسدود، قمنا بجولة تفقدية وتعريفية على عدد من المواقع. بدأنا بمركز التحكم القومي ومركز التحكم المتعلق بالتوزيع في ولاية الخرطوم، ونحن اليوم قمنا بزيارة محطة كهرباء قري، والآن في محطة كهرباء الشهيد محمود شريف لنغيب على الأعمال في المحطات القديمة وفي المحطات التي الآن هي تحت الإنشاء، التي نأمل أن تدخل بالتتابع في وقت قريب إن شاء الله. الغرض من هذه الزيارة بغرض التعرف، وأيضا غرض منه نغيب على العمل ونشوف هناك عمل، هناك تحديات، هناك مشاكل تزيع العمل فيما يتعلق بالمالك والمقاول والاستشاري. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجولة لها ما بعدها في كثير من الترتيبات والإجراءات التي تعين على تقدم العمل سيره في إطار توفير كهرباء رخيصة ومستدامة لينعم أهلنا في كافة أنحاء السودان بهذه الكهرباء التي أصبحت هي من أساسيات الحياة الآن إن شاء الله. مفوضية الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود تبدأ في صرف الأقساط 3 و4 لمتأثري أمره. تتواصل جهود وحدة تنفيذ السدود عبر مفوضية الشؤون الاجتماعية لرد الوفاء لأهل التضحية والعطاء. مجموعات المتأثرين من قيام سد مروي من أهالي مجالس منطقة أمري. محمد جبرين، لجنة متأثرين أمري، الفوج الثاني. الحمد لله بدأ صرف استحقاقات النخيل بالنسبة للفوج الثاني، وبالنسبة للقصد الثالث وهو يمثل 50% في القصد الثالث، والحمد لله العمل ماشي بصورة طيبة منتظمة، وكل المواطنين منظمين والإعداد جيد جدا بالنسبة للصرف، ونسأل الله التوفيق. إبراهيم علي سيد أحمد طنبل، مجلس قمراء. الحمد لله، بحمد الله تم الاستلام والصرف، والحمد لله مرتاحين تمام وما عندنا أي عوجة والله الحمد لله يعني. والقصد يعني كملنا نص القصد الثاني والحمد لله، وماشيين كويس الحمد لله، والزراعة تمام الحمد لله، وكله تمام التمام الحمد لله. وتتوافد الجماعات من مجالس إشش وميس وأمر الكبيرة وأمر شرق البانا وقمرة وكندي ودار العرب. 6 مجالس تمثل المجموعات المتأثرة من قيام سد مروي بمنطقة أمري لصرف القسط الرابع والقبل الأخير للمجموعة الأولى والقسط الثالث للمجموعة الثانية. هذه المرة الأولى
يكون فيها دفع الأقساط لكل المجموعات منذ تهجير مجموعتين، المجموعة الأولى 6 مجالس والمجموعة الثانية 6 مجالس. المجموعة الثانية صرفت أو إجراءات الصرف في الدور الثالث، المجموعة الأولى في خلال 2 يوم القادمين يتم صرف القرض الرابع، ويتبقى لهم القرض الأخير والقرض الخامس. الحمد لله العمل يسير بصورة طيبة. العم جعفر عبادي من متأثري مجلس دار العرب لم تمنعه إعاقته من تكبد المشاغل لصرف استحقاقاته للمغروسات والنخيل، وقد وجد تجاوباً منقطع النظير من إدارة وضباط صرف التعويضات، وبكل سهولة ويسر تم تسليمه كامل استحقاقاته ليعود إلى أهل بيته في غبطة وسرور. جعفر عبادي محمد يعني مواطني مجلس دار العرب، الحمد لله صرف ما في أي صعوبة، سمين سلمنا وطوالي من الناس صباح الليل الحمد لله، وأي زول عجوز ولا مصاب يخش بالمكتب عاد يصرف، والحمد لله أي زول مرتاح. طريق الملتقى السد تاريخ من المعاناة والرهق، واليوم تنساب فيه الحركة بكل سهولة ويسر. أعداد متنوعة من السيارات تعبر الطريق بين الملتقى وسد مروي بكل سهولة ويسر. بعد سنوات كان فيها هذا الطريق يتسم بالصعوبة لكل من أراد أن يسلكه للتسفار. زمان كان البضائع بتجينا من أمدرمان وكده في 3 و4 يوم، يعني كان خرب ضلوع ده وأسعار غالية جدا، وكان مثلا بتتكسر في السكة والعربات بتتقلب وكده. لكن الحمد لله هسع الواحد ممكن يمشي في نفس اليوم ويشحن بضاعته في نفس اليوم، تصل في ممكن تاني يوم بتصلنا هنا ده في الترحيلات. والتاريخ الماضي يشهد لوادي المقدم الذي يمتد في هذا المكان في الخريف بأنه واحد من عقبات كثيرة في هذا الطريق. كثرة الخيران والوديان وتعددها في المسافة ما بين الملتقى وموقع السد جعلت من تنفيذ هذا الطريق مخاطرة لا تخلو من التضحيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز. طبعا زمان طبعا الباصات دي ما بتجي، كان في الحافلات وبعد الزلط تم يصلح بقى هي الباصات، بعدين زمان بتصل في 7 ساعات 8 ساعات، بس بتصل في 4 ساعات 3 ساعات ونص. بنيجي الليلة نصل تقريبا وتحركنا من هناك حسب زمان 4 ساعات انت بتكون جوا مروي. اليوم يمتد هذا الطريق حتى موقع سد مروي مختصرا الزمان وكل صعوبات المكان الذي كان سلسلة ممتدة من الأودية والخيران التي تحجز المسافرين لأيام وأيام في موسم الأمطار. وفي الحقيقة نحن نحمد الله كثير كثير، لأن هذا الطريق يعني كان في السابق طريق وعر لدرجة بعيدة شديد، يعني في السابق كانت اللواري هي المواصلات ما بين الشمالية وما بين الخرطوم، واللواري كانت في منطقتين تقريبا، إذا الزول ماشي لدنقلة بتلاقيه الباقي هناك متعبة وتلاقيه عبسة متعبة شديد مع اللواري والصاجات. وبالنسبة للخرطوم بنفس الطريقة الشوارع بنمشي بجبال، وبعد ذاك في محطات بتاعة خلا بتلاقينا وبيلاقينا إذا كانت في الأمطار كمان، دي المشكلة العظمى في الوادي المقدم، يعني بتقي في أيام وأسابيع ولا زالت فيضان 88 يعني خالد في الذهن، بأن الناس قعدوا أكثر من 4 7 أيام 15 يوم وبتجيهم الإقاسات يعني من الخرطوم، لكن شتان ما بين هذا وذاك ونحمد الله كثير.
شهد الخامس من يونيو من العام 2006 بداية الإحصاء للمتأثرين من قيام سد مروي بمنطقة دار العرب بأمر القديمة. ما دام الضريبة رحيل حنرحل وما بنفارق النيل، لأننا يا أبونا السد محل ما نمشي غيرك مد، ونلقى الموية جارية سبيل عشان قطر الوطن رحلين، أي مكان يشيل الناس ناخد فيه الراحة الرابين، نعمر والله حارسنا مساجدنا ومدارسنا، نعمر والله حارسنا مساجدنا ومدارسنا، عشان سد مروي والطيبين، عشان سد مروي والطيبين، بعنا الدنيا بل فيها عشنا إعادة التوطين، شلنا الشيلة كل الشيل، شلنا الشيلة كل الشيل، ونبقى دليل، وبكرة صباح مع البياح ايدينا وفي مكان النيل، ايدينا وفي مكان النيل. برفقتكم تصفحنا هذا العدد من مجلة فيض الوطن. حتى الملتقى الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل. لمزيد من المتابعة والاطلاع زوروا موقعنا على الانترنت diu.gov.sd. إلى اللقاء.